الله نصرا عزيزا. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتأييد. وبعد، فرعني لما اقتضته المصلحة القضائية، وبناء على القرار الذي اتخذه برسم دورتي يناير 2020 ويناير 2021 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محافل المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وعز أمره. أنهي إليكم أنا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصيكم بهذا الكتاب، كما أطلب منكم العمل على تحقيق. السلام على سيدنا محمد النبي الكريم، سيد رئيس أول لمحكمة السنان في الدار البيضاء، سيد وكيل عام لمحكمة السنان في الدار البيضاء، سيد رئيس أول لمحكمة السنان التجاري في الدار البيضاء، حضور كريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. حضور الكريم، أود في بداية هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السيد رئيس أول محكمة السنة في الرياض، السيد وكيل العام بالملك لدى نفس المحكمة، السادة المسؤولون القضائيون بالدائرة الاستئنافية، السيد نقيب هيئة المحامين في الدار البيضاء، السادة النقباء السابقون، السادة أعضاء مجلس الهيئة، السيد عامل صاحب جلالة على إقليم سليمان، السيد رئيس مجلس البلدية سليمان ورؤساء باقي المجالس الجماعية بالإقليم، السيد والي الأمن رئيس المنطقة الإقليمية لأمن سليمان، السيد خالد سيرية الدرك الملكي في سليمان، السادة مساعد القضاء من عيون ومنطقين ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة، السادة ممثلو هيئات وجمعيات المجتمع المدني في الإقليم، السادة ممثلو وسائل الإعلام في الإقليم، زملاء القاضيات والقضاة، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والتقدير الواجب له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بداية بأن أعرف